أنا سلمى محافظة البحر الأحمر، متطوعة في اتجاه بندور إيه المشاكل في البحر الأحمر وبنطلب من اتجاه إن هي تساعدنا فيها. هي أول مشكلة عندنا الصحة طبعاً، في كل المستشفيات ما فيش دكاترة، الناس هنا ظروفها صعبة جداً، ما تروح القاهرة أو مدينة كبيرة زي كده ما بتعرفش تعمل إيه يعني. والتعليم طبعاً في مدارس ناقصة المفروض تكون عندنا، احنا عشان نروح نكمل ثانوي لازم نروح مرسى علم او مدينة القصير. نتعلم الصيد احسن لو على الوضع اللي حاليا فيه المدارس، بما ان انا طلعت شوية عنهم شوية يعني بشكل استفدت يعني، وعايزاهم هم كمان يطلعوا ويعرفوا ايه دورهم اتجاه بلدهم. الجنوب بالذات محتاجين اي حد عايز يجي يساعدنا. احنا كشباب البحر الاحمر حنقابل اول ناس وحنشوف ايه اللي ممكن نقدر نعمله معاهم في مكاننا ويشرفونا في اي وقت. الناس هنا يعني بسيطة جدا، البحر حياتهم اصلا، بحب البحر. ارى سلمى بلادا من جفن وكانت امسي من بعد